انا فتحت الباب اللي انا فتحت معاك. الاسم نجاة عثمان علي، مديرة روضة السعادة بمنطقة الحمراء. هو المبنى حاليا يعني مبنى كان مبنى سابق تم استغلاله للتعليم، ومن بعدها تم استغلاله للرياضة. وهو مبنى يعني غير كامل بالاشتراطات الصحية اللازمة لأنه يكون مبنى صحي تعليمي بالنسبة لأطفال صغار في السن، يعني كرياض، لأنه سقيفة أصلا من اسمه هذا من الترنيت، والأرضية أصلا غير مبلطة، والفصول أيضا هي تنقصها الإضاءة لأن الرواشن والأبواب من الحديد، وحين ولما ينقطع التيار الكهربائي يعني عندنا بنضطر في فصل الشتاء أن نسكر النوافذ والأبواب لتدفئة الفصول للطلبة، وهذا يمر الفصل يعني بعتمة. وكانت عندنا يعني في المراحل السابقة فيها مرحلة 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، وعندنا حاليا يعني بعد مرور الجائحة تم استثناء مرحلة 4 سنوات و5 سنوات لعدم إمكانيات الروضة وإمكانيات الفصول وإمكانيات المقاعد والكراسي عندنا يعني غير متوفرة بشكل كافي. تم استقبال مرحلة 6 سنوات فقط. كيف بزاز مشوي؟ كيف بزاز مشوي؟ تعين وخلاص ما كيعرف بيت. الاسم السنوسي أدنى السنوسي، اختار محلة الحمراء بلدية دنفية. المبنى هذا تم التعاقد عليه في سنة 2005، وإلى حد الآن لم تقوم به أي استكمال أو أي إنجاز لهذا المبنى. الشركة المتعاقد معها كانت في ذلك الوقت في السابق كشعبية وادي الحياة، متعاقدة مع شركة وادي عتبة للمقاولات، ومن ذلك الوقت لم يقوموا بأي، كما تشاهدون لم يقوموا بأي خطوة في مرحلة الاستكمال. الطلبة يعانوا طبعا، المبنى كما لاحظناه في زيارتنا مبنى مسرر بالزنك ترنيت، الطلبة الشبابيك بالحديد، إذا أقفلت معناها ما فيش إضاءة. في الفترات السابقة عدة زياراتنا للروضة لما يعانوه، غير صحية طبعا، الأرضية، النوافذ، الأبواب، الإضاءة بشكل مؤقت. نعانوا احنا بالتجميع الداثي معالجة كل ما تواجه من مشكلة للمسؤولين عن الروضة. نطالب المرافق التعليمية القيام باستكمال الروضة وبشكل عاجل لما يعانوا منه أهل المنطقة في تعليم أبنائهم في مجال الرياضة الأطفال.